ليست الكاميرا فقط هي أهم شيء لالتقاط صور جيدة، فهناك نقاط أخرى تعتمد عليك وعلى طريقة تصويرك. لذلك من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم أهم 7 نقاط من خلالها يمكنك التقاط صور جيدة بالهاتف فقط. من أهم القواعد التي يجب أن تعلمها جيداً قاعدة الثلث، وهي من أهم قواعد التصوير للحصول على صور رائعة وناجحة. تعتمد هذه القاعدة على تقسيم الصورة إلى 3 أجزاء، وأن تقوم بجعل الجزء الهام في الصورة في أحد تلك الأجزاء. استخدام التركيز أو فوكس. من أهم النقاط التي تعطيك صوراً مميزة حقاً هي التركيز أو عمل فوكس على الشيء الذي تقوم بتصويره، سواء كان شخصاً أو شيء، وهنا يفضل التركيز على الوجه أو أي شيء آخر. ومن المهم استخدام التركيز حتى تفهم الكاميرا أن هذا الشخص أو الجزء هو المراد تصويره وذات أهمية، ذلك بسبب أن الكاميرا لا تفهم ما المهم في الصورة والغير مهم، لذلك يجب عليك الإشارة للنقطة المهمة في الصورة. من أكثر العادات السيئة التي يقوم بها الكثيرون عند التصوير هي أن تقوم بعمل زوم أو تكبير. لا تقم بهذا مطلقاً، قم بتصوير الصورة وفيما بعد قم بقص الصورة، لكن لا تقم مطلقاً بتكبير الصورة، حيث عندما تقوم بعمل زوم للصورة تظهر الصورة بجودة سيئة جداً، وإذا كان الشيء المراد تصويره بعيد اقترب أنت أفضل. استخدام تطبيقات التصوير. هناك الكثير من التطبيقات الخاصة بالتصوير التي تحتوي على مميزات وإعدادات أكثر تساعدك في التصوير عوضاً عن الإعدادات الأساسية الخاصة بكاميرا هاتفك. لا تقم باستخدام الفلاش دائماً. لا تقم نهائياً باستخدام الفلاش في جميع صورك، استخدمه فقط وقت الحاجة. فاستخدام ضوء الطبيعة أو الضوء المحيط يكون أفضل بكثير من استخدامك لضوء الفلاش، حيث هذا يعطي نتائج أفضل ويعطي صوراً لا يوجد بها إضاءة زائدة. استخدام الفلاتر أو المؤثرات. استخدم الفلاتر أو المؤثرات للحصول على مظهر جيد لصورك. هناك الكثير من التطبيقات التي من خلالها يمكنك الاستفادة من المؤثرات المختلفة، أو حاول استخدام الفوتوشوب لإضافة تأثيرات جيدة لصورك. قم بتصوير أكثر من صورة في نفس الوقت. سرعة الغالق الخاص بالكاميرا ليست سرعة عالية، لذلك قد تعطي نتائج سيئة أثناء التصوير الرياضي أو الذي يعتمد على السرعة، لذلك حاول تصوير أكثر من صورة وقم بعد ذلك بالاختيار بينهم. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة الموسوعة، نرجو منكم الإعجاب والاشتراك، وشكرا لكم على طيب المشاهدة.